هادو هما الكراسين ديالي بيت مخرجهم من الفران، غنتحمرو مزيان الصراحة كيجيو زينين في المذاق ديالهم وحتى في الشكل ديالهم. بغيتو ديرهم هكا متقاربين على شكل شهيدة، ولا بغيتو ديرهم متفرقين، ولا بغيتو ديرو جوج ديال الصواني. أنا اكتفيت غير بصينية وحدة. بغيتو طيبو في جوج ديال الصواني، يعني كديروهم متفرقين كيخرج لكم 24 حبة. بغيتو ديروه في جوج ديال الصواني، يعني كل صينية كديرو فيها 12 حبة. السلام عليكم، في هذا الفيديو غنقدم لكم بريوش. هذه هي النتيجه ديالو، كيجي زين بزاف في المذاق ديالو وحتى في الشكل ديالو، كيجي خفيف بزاف ومهوي، وحتى بالنسبه للمذاق ما كيجيش حلو بزاف، ماشي داك البريوش اللي كيجي حلو بزاف، كيجي خفيف. وبالنسبه للحشوات، يعني كديروا الحشوه اللي بغيتو، هنا عمرتو بالشكلاط. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه غادي نقدم لكم بزاف ديال الحشوات وبزاف ديال انواع ديال البريوش اللي ناجحين. تابعوا معايا الفيديو للاخير. كنحتاج انا في المقادير عندي هنا جوج حبات ديال البيض. بالنسبه للبيض عندي هنا البيض غير صغير، الا كان كبير كديروا غير وحده. عندي هنا فتيته ديال الملحه، عندي هنا معلقه ديال الخميره ديال الخبز ما يعادل 10 غرام، عندي هنا شويه ديال القشور ديال الحامض ولا كديروا القشور ديال التشين، عندي هنا معلقه ديال الزبده ما يعادل تقريبا واحد 30 غرام، عندي هنا ربع كاس ديال الزيت ما يعادل تقريبا واحد 50 غرام، عندي هنا 80 غرام ديال السكر ما يعادل نص كاس، عندي هنا كاس ديال الماء، وعندي هنا كاس ديال الحليب، 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، ساشي ديال الفاني. وبالنسبه للطحين كيبقى على حسب الخليط، غادي نقول لكم الكميه اللي خدالي. كناخذ هنا واحد الهناء اللي غادي نخلط فيه هذه المقادير هادو، كاس ديال الحليب، بالنسبه للعبار كاس ديال العلبه، كاس ديال الماء. بالنسبه للحليب والماء كيكونوا دافيين واحد شويه لان راه بارد الحال، كنزيد الخميره، كنزيد الفتيته ديال الملحه، كنزيد القشور ديال الحامض، كنزيد الزيت، كنزيد السكر، كنزيد ساشي ديال الفاني، وجوج حبات ديال البيض. بالنسبه للبيض الا كان كبير كديروا غير وحده، انا عندي البيض صغير. هاد المقادير هادو غادي نخلطهم بالميكسور، ولا كتخلطهم في الغرف ديال مولينكس، ولا كتخلطو غير بالفويل عادي. كنزيد واحد المعلقه ديال الخل، هاد القياس هذا. صافي، بعد ما حركت هاد المكونات هادو بالميكسور، كنزيد الطحين بشويه بشويه، وما كنزيدش الطحين مره واحده، كنزيد الساشي ديال الخميره، كنبقى نجمع، كنبقى نزيد الطحين. بالنسبه للطحين ما تزيدوش مره واحده، كتبقاو كتزيدوا، كتبقاو كتخلطوا باش ما يتكور لكمش العجين. بالنسبه لهاد الكميه هذه كندخل فيها 700 غرام ديال الطحين، وديما بالنسبه ليكم تابعوا على حساب الطحين ديالكم. ها هي العجينه كيفاش كتكون، مازال كتلصق في اليدين، مازال ما ساليتهاش. هاي كيفاش كتكون، غادي نبقى نزيد الزبده وندلك فيها، عندي هنا معلقه ديال الزبده، اللي بغات ديرها في العجانه كديرها في العجانه. هاي كنبقى نزيد في الزبده وكنبقى ندلك فيها. بالنسبه لهاد العجينه فاش كتخدموها مزيان كتعطيكم نتيجه مزيانه. ها هي في الاول كتبان لكم بحال كتلصق، غادي غير نخدمها شويه وغادي تولي مزيانه.
هي العجينه كنخليها واحد جوج دقائق كندهن يدي بشويه ديال الزيت وكنرجع عندها. بالنسبه لهاد العجينه شحال ما خدمتوها كتعطيكم نتيجه مزيانه. وبالنسبه للبنات اللي عندهم العجانه كيخدموها في العجانه، خدمتها بيدي لان ماشي كلشي عنده العجانه. الصراحه كتجي النتيجه ديالها مزيانه، غادي تشوفوها معايا. وبالنسبه لهاد العجينه هذه ما تقصحولهاش العجين باش يجيكم، باش تعطيكم نتيجه مزيانه ما تقصحولهاش العجين ديالها. في الاول كتجيكم بحال الا صعيبه، ها هي غير كتخليوها واحد جوج دقائق كتشرب كترجعوا عندها كتكون ساهله. كندهن يدي بشويه ديال الزيت غير واحد الشويه. صافي هذا هو القياس ديالها، ديما نتبعوا العجينه باش ما نقصحولهاش العجين ديالها. واخا كتبان حمرها ملخوفه باش تعطيكم النتيجه اللي تكون مزيانه. مول راه دهنتها واحد الشويه ديال الزيت، هيا العجينه بعد ما رسحت واحد جوج دقائق كيفاش كتولي. صافي غادي نغطيها ونخليها تخمر. هيا العجينه بعد ما خمرات بالنسبه ليا بارد الحال، خليتها تقريبا ساعه اللي خليتها، وبالنسبه ليكم على حسب الجو. وبغيتوها تخمر بسرعه يعني كديروها في الفران واحد 5 دقائق، كتشعلوا الفران وكتطفيو عليه وكديروا واحد 5 ديال الدقائق. كندهن يدي بالزيت كنهبطها. كندهن يدي بالزيت وكندير كره صغير صغار، كديروا القياس اللي بغيتو. بالنسبه للعجينه قطعتها على 55 غرام، كديروا 50 غرام 55 غرام. بالنسبه لي باش خرج لي هذا العدد هذا بس 55 غرام. صافي بعد ما قطعتهم كرات صغار نتوما كديروا الحجم اللي بغيتو، كنعمرهم بالشكلاط. وبالنسبه للكميه ديال الشكلاط كديروا اللي بغيتو، بغيتو كديروا بالزياده كديروا بزاف ولا كديروا غير شويه، هذه المساله كتبقى ادواق. هنا عدد الكرات اللي خرجت هنا 24 كره. صافي كنستفهم بحال هذا الشكل هذا. بالنسبه للصينيه بغيتو تدهنوها ولا كتفرشوا لها ورق الطيب، بالنسبه لورق الطيب فاش كيكون النوعيه اللي ماشي مزيانه كندهنها واحد الشويه، كنقرصهم غير واحد الشويه هكا بيدي، مازال غادي يتنفخوا. كناخذ هنا واحد البيضه مع شويه ديال النسكافي، واحد النقطه ديال الخل، بغيتو كدهنوهم ولا كتخليهم حتى كيخمروا، انا غادي ندهنهم دروك. كناخذ واحد البيضه اللي حركتها مع شويه ديال النسكافي واحد جوج نقطات ديال الخل. صافي كنخليهم كيخمروا المره الثانيه. فاش كيكون سخون الحال راه دغيا كيخمروا، وفاش كيكون بارد الحال كياخذوا لكم شويه ديال الوقت. بغيتوا تدخلوهم للفران تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، الفران سخنوا 5 دقائق وطفيوه ودخلوهم للفران، راه كيخمروا بسرعه تقريبا غير واحد نص ساعه كيكونوا خامرين. صافي هذه هي الصينيه ديالي بعد ما خمرات، غادي ندخلها للفران اللي راني شعلته على 200 درجه بالنسبه للعافيه غير من التحت. صافي بعد ما طابت غادي نخرجها. هادو هما الكراسات ديالي بعد ما خرجتهم من الفران، راهم تحمروا مزيان. الصراحه كيجيو زينين في المذاق ديالهم وحتى في الشكل ديالهم. بغيتو ديرهم هكا متقاربين على شكل شهيده، ولا بغيتو ديرهم متفرقين، ولا بغيتو ديرو جوج ديال الصواني. انا اكتفيت غير بصينيه وحده، الصراحه كيجيو زينين بزاف حتى يبردوا واحد شويه، وغادي نوريهم لكم كيفاش كيجيو من الداخل. هذه هي النتيجه ديال البريوش، هذا هو القوام ديالو، هذه هي النتيجه ديالو، كيجي زين بزاف.
بالنسبه للحلاوه الا كنتو كتبغيو الحلاوه بزياده كتزيدوا واحد المعلقه ولا زوج. بالنسبه ليا هذا هو القياس لان درت فيه الحشوه ديال الشكلاط. كتقدروا ديروا فيه الحشوه ديال لاكريم باتيسيير، الحشوه ديال الجبن، الحشوه ديال الكونفيتور، داكشي اللي بغيتو كتعمروا به ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. مازال غادي نحط لكم وصفات ناجحين ديال هذا البريوش هذا. وبالنسبه لهذا البريوش انا هنا طيبته غير في صينيه واحده، جا على شكل شهده. بالنسبه ليكم الا بغيتوهم يجوا مفرقين يعني كديروهم في جوج ديال الصواني. بالنسبه للطياب ديال البريوش كنشعل الفران على 200 درجه، كنخليه حتى كيسخن مزيان وكندخل الصينيه. بالنسبه ل 10 دقائق الاولى كنخليها على 200 درجه ومن بعد كنقص العافيه. بالنسبه للنار يعني كنكون درتها غير من التحت حتى كنشوف البريوش يعني بدا كيتحمر من الفوق، صافي وراه طاب من التحت وتحمر، صافي كنطفي من التحت وكنشعل من الفوق تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، صافي كيتحمر وكنخرجو. بالنسبه للفران ديال الغاز كنشعلو حتى كيسخن مزيان وكندخل الصينيه الفوق يعني حتى كطاب الفوق وكنهبطو لتحت. وبالنسبه للطياب ديال الفران يعني كل سيده كتعرف الفران ديالها كيختلف، لان الفران كل واحد وكي داير، كل واحد ولا بويسونس ديالو، كل فران كيفاش الطريقه كيفاش كطيبي فيه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالو من الاعجاب ديالكم، واي تساؤل خليوه لي في التعليقات. كنقول لكم بسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.